تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي توجه بالتهنئة للرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وقد ثمن الرئيس السيسي التهنئة الكريمة مؤكدا خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تنعكس في التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق على جميع المستويات.